السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده جوله كده بنفسي بقى بالفيديو. كل مره بيكون اللي تبعنا هناك في اكتوبر هو اللي بيصور المكان وبيصور لنا البيوت وكده. المره دي بقى انا اللي كنت هناك وصورت بنفسي، فطبعا ما صورتش بقى اماكن كتير وكده، يعني صورت المكان اللي احنا ايه رحنا له. بس قبل بقى ما نبدا الفيديو، قبل ما اخدكم جوله في مدينه 6 اكتوبر، قدام السكه ورا السكه، اول حاجه نقول اللهم اغفر لامي وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلها واسع مدخلها واغسلها بالماء والبرد والثلج ونقاها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لي ولها وارحمني يا رب، والحقني بها في جنتك ودار مقامك. اللهم امين. اللهم امين. امين معايا ان شاء الله دعانا يستجاب. يلا بقى نبدا الفيديو. بصوا مبدئيا كده رحنا يعني ايه كانت زيارة خاطفة كده بسرعة، وكان مصورين كذا بيت وكده. فايه اللي هو المقطع دوت اللي هحطه دوت بيوت معينة مش كلها، تمام؟ هوريكم دلوقتي. بصوا هنا كده كنا قدام بيت حد يهرب لنا وكده. البيت ده تقريبا يعمله دلوقتي حوالي 500,000 او 400 وحاجة. عموما انا مش متذكرة الاسعار ما انا اصح كويس، فانا هحط لكم الرقم ايه تحت في اول تعليق مثبت للي عايز يسأل عن حاجة ولا كده، ولا عايز حد يصور له بيوت هناك ويتابع معاه على الواتس وكمان وياخده ويفرجه فعليا على ارض الواقع، برضو احط لكم الرقم في اول تعليق مثبت، تمام كده. عموما ان احنا كنا عند حد قرب لنا وكده، وايه وده البيت بتاعه اللي هو لونه ابيض ده، تمام. هنا بقى الجهاز بتاع الحي نفسه هناك عامل العماير دي وبيبيعها على نظام شقق، والشقة حوالي 70 متر برضو. فاللي هو البيت اصلا عبارة عن 140 متر، 70 متر الشقة وحوالينها بقى فاضي 70 متر التانيين، فاهمين؟ فطبعا البيت لما بيكون مثلا شقة على 70 متر و70 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 3 ادوار مثلا، فمثلا هتخلي دور استقبال ودور قاعدين فيه ودور كذا ودور كذا، فانتوا بقى ايه هتقعدوا ايه تغيروا، تمام؟ فاهمين اللي هو ايه هتستخدموا البيت كله كليكوا انتوا كالعيلة واحدة، فدور استقبال ودور معيشة ودور نوم مثلا كده. طبعا في بقى كذا ديزاين، في مثلا بيحطوا السلم من جوه كنظام دوبلكس كده، وفي لا سلم خارجي وكل شقة منفصلة، ومثلا والد واولاده متجوزين وكل واحد ايه يعني حابب ان هو يعيش في شقة 70 متر. اوكي. طبعا في بقى بيوت زي كده زي ما انتوا شايفين كده، ده للبيع مثلا، هو الابيض الاصفر في بني ده للبيع مثلا، وجنبيه كمان الاصفر في رمادي ده ساكن، وده لسه تقريبا بيشطبوا فيه اللي هو الاصفر بس. فاللي هو كمان في يعني ايه في دورين، وفي اللي هناك الاحمر خالص اهو على الطوب الاحمر. طبعا كل ده باسعار مختلفة بقى، يعني ما هو مش معقول العمارة او البيت، خلينا نقول بيت هو اصلا مشروع ابن بيتك يعني، فهو البيت مش معقول الدور واحد زي البيت اللي 3 ادوار، ولا ال3 ادوار زي البيت ال3 ادوار متشطب سوبر لوكس، 3 ادوار على الطوب الاحمر زي اللي هناك ده كده زي ال3 ادوار متشطب سوبر لوكس، زي هنا كده قدامه فراغ وقدامه مساحة، مفيش معنى اصح حد جرحه ولا حتى يعني ايه مسافة بينهم اصلا تذكر. شارع واسع زي ما انتم شايفين اهو، كمان في شارع يعني مكان واسع قوي تقريبا ممكن يعملوه مسجد او حاجة. فاللي هو يعني ايه حلو قوي قوي اللي هو يفتح الشباك براحته بقى، غير لما يكون في الجزء التاني في عماير هناك قصادها، العماير اللي هي فيها الشقق اللي بنيها الجهاز، وحدات سكنية عبارة عن شقق، تمام. الشقق اللي انتم عارفينها اللي هي اسكان اجتماعي بتبقى صغيرة قوي، دي بتبقى شقة ليك انت بس، يعني شقة مش نظام بيت ان انت ممكن بعد كده توسع على نفسك وتخلي البيت نظام دوبلكس وتضيف 70 متر بالطول اللي هو بقى بخط افقي كده، 70 متر تحت استقبال، 70 متر معيشة، 70 متر نوم، بتوسعوا على نفسكم غير لما يكون 70 متر كل حاجة، معيشة ونوم واستقبال وكله، طبعا انتوا فاهمين اقصد ايه، تمام كده. فطبعا اسعار هتقولوا بقى ما قلتش اسعار مش عارفة ايه، الاسعار تبدأ من معاكي 300، تمام، بالنسبة لممكن دور واحد على الطوب الاحمر لحد
500 بقى وانت طالع. في المكان اللي احنا فيه ده هو الاسعار مختلفة طبعا، عشان خاطر المكان ده متعمر وفيه ناس كتير ومبني من زمان جدا، والحي شبه متكامل اصلا او متكامل اصلا. تمام. في كمان منطقة تانية اسمها ورا السكة وقدام السكة، انا مش عارفة احنا فين فيهم لان انا مش ساكنة هناك، انا كنت في زيارة خاطفة كده سريعة. في كمان ابناء الجيزة في 6 اكتوبر، برضو بيقولوا المكان هناك متعمر جدا جدا جدا، وده بقى انا ما روحتش فيه، ممكن زيارة تانية. تمام كده. طبعا اي حد عايز يشوف اي مكان في ابناء الجيزة، في ورا السكة قدام السكة، في اي حتة، في اي منطقة تانية حواليهم، طبعا هيراسل الرقم اللي في اول تعليق مثبت، اللي هو اصلا لما بنكون عايزين حاجة ولا كده هو اللي بيتابع معانا وبيبعت لنا الايه الحاجات المتاحة او الموجودة او المعروضة للبيع هناك. تمام كده. طبعا البيت زي ما انتم شايفين كده مرخص من الجهاز بتاع الحي، كلهم اديكوا شايفين الشوارع واسعة قد ايه، المنطقة جدا هادية. طبعا التهوية ما اقولكمش، افتحوا بقى الشبابيك براحتكم، التهوية بقى ومفيش حد جارح حد، فاهمين انتوا. بس في حاجة بقى في البيوت، في بيت بيكون لازق في بيت، وفي بيت بيكون المساحة اللي هي 70 متر، اللي هي الزيادة اللي هي داير داير كده، زي المسافة اللي قدام البيت دي كده من الباب لحد الباب اللي بتاع البيت نفسه، بابين مختلفين اهو، باب حديد الاول وبعد كده الباب البيت نفسه، المسافة دي بتبقى داير ان داير، بتبقى برضو مخلية ايه في مسافة حرية او مسافة شخصية ما بينك وبين الجار. وفي بيت بيبقى لازق في الجار عادي، للحيطة جنب الحيطة عادي، مفيش مسافة. زي مثلا البيت ده كده الاحمر اللي هناك ده، هو في مسافة اهو ما بينه وما بين الجار اللي قبليه، ومسافة بينه وما بين الجار اللي بعديه، شوفوا في مسافة حلوة قوي دي، المسافة دي بقى بتدي كده تنفس للبيت وبتدي مساحة حلوة يعني. وفي كمان بيوت بتبقى جنب بعضيها، زي البيت اللي احنا داخلينه ده، تمام، الابيض لازق في البيت اللي جنبيه، حيطة جنب الحيطة على طول، فيعتبر مفتوح من جهتين والجهة التالتة لا لازق، تمام، يعني الحيطين لازقين جنب بعض. تمام كده. فانت انت بقى او انت او ايا كان مواصفات البيت اللي انت عايزه، كل ما بتكون عايزها عايز البيت فيه مميزات اكتر، كل ما بيكون سعره اكتر. يعني عايز مميزات، عايز البيت بحري وعلى نصيتين وعلى شارع، والشارع يكون ده واسع زي البيت اهو، الابيض اهو اصفر في رمادي واصفر في فينبيتي، الاتنين لازقين في بعض جدا جدا. عندك بقى زي ما قلت لكم كده اهو، دول كده شوفوا لازقين في بعض قوي كانهم عماره واحده اصلا، او كانهم بيت واحد. ماشي. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا تقدروا تخلوا كل ما زي ما قلت لكم كده، كل ما يكون البيت فيه مميزات اكتر، كل ما يكون السعر اكتر. فطبعا ده مش محكوم بسعر، مش كل حاجه سعر واحد، كل بيت وليه سعره، كل بيت وليه مميزات وليه سعره. وكمان الشقق دي كمان ليها اسعارها، تمام. فطبعا ايه، بصوا شكلها يعني، هي بصراحه شكل العماره تفتح النفس، بس يعني الاحجام اللي جوه تسد النفس بصراحه. الاوض جوه الشقق دي صغيره جدا جدا، اللي هي العماير اللي هي بتاعه الاسكان الاجتماعي اللي تبع الجهاز دي، الاوضه صغيره صغيره يعني، ومع ذلك في ناس يشوفوا ان ساكنين فيها. زي ما قلت لكم كده، حتى العماير اللي هي بتاعه الاسكان الاجتماعي دي برضو فيها سكان كتير، شكلها ساكنه يعني، مش لسه هتسكن. ف 70 متر بس، الغرف صغيره جدا جدا. طبعا يفضل بقى ان انتوا تيجوا على ارض الواقع وتشوفوا كده، بس بيوت ان بيتك فيها مميزات طبعا، تقدروا تفتحوا 70 متر على بعض الثلاثة، يعني يبقى شقتك مساحتها 140 و70 حوالي 210 متر دوبلكس، حلوة جدا يعني. لكن 70 متر لوحدها اعتقد هتبقى صغيرة. وبس كده، اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد.